عليكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو ده هنعرف ونشوف ازاي نرفع البروجكت بتاعنا وانت شغال على برنامج الانتريجي. انا اتكلمت في فيديو فات عن ازاي ترفع الملفات بتاعتك عن طريق ايه، النت بينز. في فيديو قبل كده هنشوف النهارده عن طريق الانتريجي. هعمل نيو بروجكت عادي خالص، تمام. هعمل نيكست، تمام. كرييت بروجكت فروم تمبلت، بكري بروجكت جافا عادي خالص. هسميه مثلا تيستنج، مثلا 3. هعمل ايه؟ فينش. عملت الفينش، ده البروجكت بتاعي. لو حد اتفرج على الفيديو بتاعي نت بينز هيعرف ان لو عملت كليك يمين مش هتظهر الجيت، لان انت مش عامل انيشاليزيشن للجيت هاب بتاعك في البروجكت بتاعك، تمام. فانا هقفله، تمام، وبعدين هروح على البروجكت بتاعي اعمل انيشاليزيشن للايه، للجيت، تمام. هنروح على اللوكيشن بتاع البروجكت بتاعي اهو، تيستنج 3، تمام. هعمل هنا جيت بوش هير مثلا، واعمل هنا ايه، جيت انت. لو تقدر تعمل انيشاليزيشن للجيت باي طريقه ثانيه زي ما يحب، زي ما انت ايه حابب، تمام. عملت انيشاليزيشن للجيت، تمام. هروح افتح البروجكت بتاعي في الايه، في الانتريجي، تمام جدا. هنستنى بس قبل ما يفتح، تمام. فتح معايا. لو رحت عملت عليه كليك يمين هنشوف الفرق. كليك يمين الجيت ظهرت وكل حاجه، تمام. هعمل جيت اد، كنا اول خطوه بنعمل ايه، اد للفايلز بتاعتنا، تمام. جيت اد، بعد كده في سي اس كوميت. هعمل الكوميت بتاعي وليكن مثلا ماي تاسك او تيستنج ايا كان، تمام. هعمل كوميت اند بوش، تمام. عاوز اعمل ديفاين للريموته بتاعتي. طبعا انت لو مش عامل، لو انت ما انتش عامل لوجن هيقول لك دخل اسم الاكونت بتاعك، الهاندل بتاعك اللي هو انه، لو رحت هنا هتدخل ايه، ده اسلام خضر، تمام، الاسم بتاعك. ولو في كابيتال وسمول راعي الايه، الكابيتال والسمول، تمام. يعني ممكن قبل الخطوه ديت يجيب لك يقول لك اعمل ايه، دخل اسم الهاندل بتاعك بتاع جيت هاب، ودخل الايميل بتاعك، فهتدخلهم عادي خالص وتراعهم ان كل حاجه صح. هتعمل اوكي، لو هم صح هيجيب لك الايه، ايه الشاشه ديت. اول مره لازم تعمل ديفاين للريموت بتاعتك، تمام. هنروح نكريت ريبوستوري وليكن اسمها تيستنج، تمام. واعمل كرييت ريبوستوري، تمام جدا. هاخد هنا، هاخد الريموت بتاعتي من اول اتش تي بي لغايه الاخر، تمام. كنترول سي، هروح هناك هعمل ديفاين للريموت بتاعتي، تمام. اوريجن ده النيم، واليو ار ال هحطه، واعمل ايه، اوكي، تمام. كده انا ايه، عملت ديفاين للايه، للماستر بتاعي، تمام. هعمل بوش، هستنى قبل ما اعمل بوشنج. خلص البوشنج هروح هناك هعمل ريلود، تمام. الفايز بتاعتي اهي اترفعت وكل حاجه، تمام. تمام دلوقتي اول ما تعمل بروجكت في ثلاث حاجات بتعملوا اساسيين: انيشاليزيشن للجيت، تمام، وبتعرف وبتعمل لوجن على جيت هاب. لو انت مش عامل لوجن هيجيب لك، تقول لك يقول لك اكتب اسم الهاندل بتاعك واسم الايميل. وتالت حاجه بتعمل ديفاين للايه، للماستر بتاعك او للايه، الريموته بتاعتك، تمام. بعد كده بقى مش هتعمل الحوار ده كله تاني خالص، لا. انت مثلا رحت عملت ايه، كرييت كلاس تاني، تمام. هقول له مثلا يوزر، تمام، وعملت انتر، كرييت لي كلاس اهو، تمام. هروح اعمل جيت اد في سي اس كوميت، هسميه مثلا يوزر، تمام. هعمل كوميت اند بوش. شوف هو معرف بقى الماستر، خلاص الماستر اتعرف، خلاص مش محتاج تروح تعمل ديفاين تاني للماستر، خلاص هتعمل بوش على طول. اول ما تعمل بوش على طول هو هيعمل بوشنج ويرفع الفايلز بتاعتك عادي خالص على الجيت هاب. هروح هناك، عندي هنا 1 كوميت، لو عملت ريلود بقى ايه 2 كوميت وكل حاجه، تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، ولو في اي حاجه مش واضحه تواصل معايا. هسيب لك لينك الفيسبوك بتاعي تحت في الديسكربشن، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.